بشكل عام يمكننا القول إن كل ما هو مدرج في قائمة التراث العالمي ساهم وما يزال يساهم فيما يخص الهوية الحضارية والثقافية للشعوب، ولكنني أعتقد أنه علينا فعل المزيد لنشر الوعي لدى الشباب وفي المدارس أيضا، لأن الغرض الأهم لميثاق التراث العالمي يتضمن أن الحماية ليست من أجلنا بل من أجل الأجيال القادمة، وهذا يتطلب التقدم المستمر. ولضمان توفير الحماية لهذه التخوم الرومانية التي تحتاج إليها، تقوم مجموعة من العلماء والخبراء من مختلف أنحاء العالم بالعمل معا، ويوجد عدد من المشاريع الدولية حاليا حيث يتم فيها تبادل المعرفة والخبرات. تقدم لنا الإمبراطورية الرومانية فرصة عظيمة للشروع بالأعمال والنشاطات الدولية اليوم، وفي حقيقة الأمر فإن علماء الآثار المختصين بالرومان من مختلف أنحاء أوروبا، وذلك من المحيط الأطلسي ولغاية البحر الأسود، يشتركون في مشروع تابع للاتحاد الأوروبي، مشروع 2000 الثقافي، والذي يدعى بكل بساطة تخوم الإمبراطورية الرومانية. إن العمل على مشاريع الأبحاث عبر الأقاليم أمر غير مستحيل، لأن روما نشرت حضارتها وثقافتها عبر أوروبا وما وراءها، حيث إن تقدمها في السيطرة على الإمبراطورية كان ممكناً، لأن الرومان كانت لديهم سياسة صارمة، فقد كان توفير الأمن في مقاطعات الإمبراطورية ضرورياً جداً لضمان اقتصاد مزدهر. كان الرومان مثلنا تماماً قلقون بشأن السيطرة على الأعداد الهائلة من الناس الوافدة إليهم، حيث كانت لديهم قوانين تحكم قدوم الناس إلى إمبراطوريتهم مثلنا بالضبط، ولم تكن لديهم فقط نقاط دخول تمثلت في حواجز التفتيش كتلك التي كانت موجودة بين شرق وغرب ألمانيا، ولكنهم دفعوا الضرائب مثل ما نفعل الآن. فالتخوم لم يكن الغرض الوحيد منها الدفاع العسكري، ولكنها كانت تسيطر أيضا على التحركات والتنقلات على الحدود، والتي ما زلنا قلقين حيالها في عالمنا اليوم. إن الكثير من البلدات والمدن في أوروبا تعود أصولها إلى حصون التخوم الرومانية، وبطريقة مماثلة وفي المناطق الطبيعية يتم الحفاظ على آثار وبقايا التخوم الرومانية، حيث تغطيها التربة أحيانا والمياه أحيانا أخرى. أعتقد أنه ما زال هناك الكثير نتعلمه عن التخوم الرومانية أينما ذهبنا، كما وحصلت هناك ثورات في مفاهيمنا، وبدأت التنقيبات الحقيقية عن التخوم الرومانية قبل 100 سنة فقط، وكذلك قبل حوالي 50 أو 60 سنة فقط شكل التصوير الجوي فارقا كبيرا، مما أدى إلى اكتشاف المواقع الجديدة كليا. واليوم لدينا ثورة أخرى في علوم المسوحات الجيوفيزيائية. وتقوم الأجزاء الشرقية في أوروبا بالتركيز على البحوث الرومانية وتقديم آثارها، وهنا أيضا وضعوا أسسا لإدراج الآثار في قائمة المواقع التراثية العالمية من قبل اليونسكو. إن التخوم الرومانية تربط بين عدد من البلدان المختلفة اليوم من خلال تاريخ مشترك وأبحاث عصرية. لا
لقد انتهينا للتو من عمل بيان عن أوروبا، وذلك عن 48 بلدا التي تشكل أوروبا حسب تعريف اليونسكو. وفي خلال هذه العملية أصبح من الواضح جدا أن التاريخ هو تاريخ مشترك. لا يمكنك النظر إلى تاريخ ألمانيا أو إنجلترا فقط، بل عليك النظر إلى تاريخ أوروبا كوحدة متكاملة. أوروبا في حالة التئام، ولدمج الولايات والدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي يتوجب علينا ترويج الوعي لدى الناس فيما يخص تاريخهم المشترك، ويساعدنا إدراكنا وفهمنا لماضينا ليس فقط في عملية الدمج، ولكن أيضا في خلق تفاهم أفضل ما بين البلدان والحضارات. أعتقد أن البلاد الأخرى ستنضم أيضا بكل بساطة عندما ترى فوائد التعاون في العمل مع زملاء آخرين من مختلف أنحاء أوروبا وغيرها حاليا، وأظن أننا سوف نشجع بلدان أخرى على الانضمام. ومنذ البداية قبل 20 سنة، عندما كان هناك موقع تراثي عالمي واحد فقط، انضم إليه جدار هادريان الذي شكل التخوم الألمانية، وأشارت بلاد أخرى مثل النمسا وسلوفاكيا وهنغاريا وكرواتيا إلى رغبتها في الانضمام إلى مواقع التراث العالمي، وسيلحقها غيرها. تمثل تخوم روما السابقة معالم ساحرة، فهي تزودنا بلمحة عن تاريخ فريد لإمبراطورية وحضارة مدهشتين. لذلك تحتاج هذه الآثار التابعة لماضينا للحماية لضمان الحفاظ عليها وبقائها لأبحاث ودراسات الأجيال القادمة.